السلام عليكم عزيزاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقتي اللي كنضف بها الحوض ديالي وكيفاش كيرجع لامع ونظيف بمواد يعني متوفره في كل بيت. غادي نحتاج هنا واحد الملعقه ديال الصابون بلدي، وغادي نحتاج شويه ديال الخل وهذا بيكربونات الصوديوم الى توفر عندكم. الا ما توفروش انا غادي نستعمل غير الخماره ديال الحلوه، حيت ما توفرش عندي هذا البيكربونات، حتى الخماره ديال الحلوه كتقوم بنفس العمليه. غادي ندير شويه ديال الخماره ومن بعد واحد القطرات ديال الخل. كيتفاعل هذا المحلول هذا، غادي نخلطو مزيان على هذا الشكل. كما كتشوفوا هاد الخل والبيكربو وهاد الخماره ديال الحلوه تفاعلوا، كنحصل على هاد الخليط على هاد الشكل هذا. دابا غادي ناخذ هاد الجيكس باش كنحك، وغادي ندير فيها هاد الخليط ديالي، وغادي نحك هاد الحوض ديالي على هذا الشكل كما كتشوفوا. كندوز عليه مزيان، وحتى هنا هذا الحوض هنا للداخل. نحك الجوانب جيدا. هاد الخليط هذا بصراحه كيرجع هاد لافابو او الحوض كيلمع كيرجع جديد. كنحك مزيان، من بعد ما حكيت هاد لافابو مزيان كما كتشوفوا غادي ندوز حتى على الروبيني، حتى هو بصراحه كيلمعو كيرجع لامع وجديد. كنحكو حتى هو مزيان، ندوز عليه. يعني هاد الطريقه هاد الخليط هذا نقدروا نحكو به حتى الزليج ملي كيكونوا فيه بعض البقع ديال اليدان، الا كان حداه مثلا الفرن ديال الطياب ولا فيه بعض الطبيع. هاد الخليط هذا كيساعد جدا باش يتزولوا منه الطبيع، كنصحو به الزليج في المطبخ. من بعد ما حكيت دابا الحكام ساليت، من بعد ما ساليت الحكام دابا غادي نشلل هاد لافابو وغادي تبان لكم النتيجه. هانتوما كما كتشوفو كيرجع نقي ولامع. من بعد غادي نضيف المسحوق ديال الغسيل الاواني ونعاود نحكو، غير باش ما يبقاش داك اليدان ديال الصابون بلدي كيبقى داك الضبابه ديالو شويه. وغادي ندوز عليه غير بسهوله بحال هكا هاد نشلو مره اخرى ونزلي حتى هو كنعاود ندوز عليه الروبيني. غادي تلاحظوا معايا النتيجه، الشكل النهائي لافابو ديالي كما كتشوفوا من بعد ما نضفتو ونشفتو كيجي لامع ورائع بصراحه، كيرجع جديد. ونقدروا نستعملوا حتى هذه الطريقه بالنسبه للافابوات ديال الدوش. طريقه جد بسيطه بمكونات بسيطه ايضا، وحتى الروبينيات كيرجعوا لامعين. كنتمنى تعجبكم هاد الطريقه وتجربوها ان شاء الله، وكنشكركم على المتابعه. وما تبخلوش عليا بلي جيم ديالكم وتعليقاتكم المشجعه، واشتركوا في القناه باش توصلوا بالجديد. وكنشكركم مره اخرى والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.